أصبحت الوجه حزب العدالة والتنمية كاشفا أمام كل الشعب، والشعب أصبح اليوم يعلم تماما بأن خلال 19 سنة حزب العدالة والتنمية حول البلاد إلى إمبراطورية إجرامية إلى دكتاتورية يقودها عصابات مافيا وجماعات إسلامية متطرفة وقومية. لذلك هذه تحتفل قبل عدة أشهر بأن حزب العدالة والتنمية ورئيس رجب طيب أردوغان فقد شرعيته من الشعب. الآن أصبحت الوضع مناسبا لأي انتخابات مفكرة في البلاد، وأصبح كثير من الناس اللي كانوا يصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية يقولون لن نصوت يوما بعد هذه الساعة لرجب طيب أردوغان، لأنه فقد شرعيته. بالنسبة لنا خلال سنة واحدة الاقتصاد التركي خسر، الليرة التركية خسر 85% نعم. من قيمته أمام الدولار. سيد أحمد، ما الواجب عليكم كأحزاب معارضة، ككتل معارضة في البرلمان اليوم القيام به للوقوف في وجه من يحكم تركيا اليوم ومن أودى بالبلاد إلى حافة الهاوية سيد أحمد؟ طبعا البرلمان التركي اليوم لا يقوم بواجبه بسبب حكومة العدالة والتنمية. شفت أولا تغيير نظام البرلمان، تغيير النظام الرئاسي هذه أولا. ثانيا أصبحت اليوم حكومة الدولة يقودها عائلة، عائلة كل المصالح الشخصيه تكون لصالح حزب العداله والتنميه، والشركات الخاصه والبنوك والوزارات كلها اصبحت اليوم تحت ايادي حزب العداله والتنميه، وهذا شيء خطير سيؤثر في مستقبل التركي. اليوم مثل ما قلت الاقتصاد التركي منهار، فاذا اتى اي حكومه جديده تركيا يلزمها 20 25 عاما كي يقوم على رجليه قبل حزب العداله والتنميه. فحزب العداله والتنميه تأسى يعني خرب الوضع الاقتصادي بالبلاد والوضع السياسي بالبلاد والوضع الاجتماعي بالبلاد. أصبحت اليوم حالات الانتحار في تركيا تزداد يوما بعد يوم، أصبحت اليوم حالات القتل تزداد يوما بعد يوم، حالات الإجرامية تزداد بعد يوم. كل هذا يتأسى السبب الأول هي الحالة الاقتصادية والحالة النفسية للمواطن التركي في البلاد. نعم، من إزمير السيد أحمد الباحث والكاتب السياسي والعضو في حزب الشعب الديمقراطي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، شكرا لك.